غزة حاولت تساعدنا، حاولت تخلي هذا الشعب الصهيوني يتركنا، وإحنا زي كأننا أصلا مش موجودين، ولا حد ساعد ولا حدا حس بغزة. غزة عم بتموت، عم بيموتوا الناس حاليا، عم تنهد البيوت كلهم عليهم، هم وأهاليهم وعمامهم وإخوالهم وإخوتهم وهم نفسهم، حتى هم متوجعين. كيف سامعين كيف سامحين لغزة هيك يصير فيها؟ هي جزء منكم، اشي منكم، كيف تدعوها انها هي بس تكون بالنسبة لكم ولا شيء؟ لازم تكونوا ايد واحدة مع بعض، كلنا نكون بايد واحدة نساعد غزة ونحرر فلسطين، مش بس غزة اللي هي بس مع بلد حرر، يعني إلا الحرية ولا غزة ولا كل المدن العربية.